السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا إيه إبراهيم. أسفة جدا على التأخير لظروف خارجة عن إرادتي، وإن شاء الله هنستمر بعون الله. في الفيديو ده إن شاء الله هنعمل البندنت دي، يلا بينا. أول حاجة هدخل الصورة باستخدام كاتشب فريم، وهعدلها كده. ممكن أشيل الدوشة اللي حواليها، هرسم مستطيل على الجزء اللي أنا عايزاه ونعمل فريم. هعمل سكيل للصورة بالمقاس اللي أنا محتاجاه من هنا سكيل 2D، وأضغط كليك هنا لهنا وأكتب 15 مثلا. بعدين هعمل دايرة قطرها 15، هخفي الشبكة بالضغط على F7، هرسم خط بوث سايد يمين ومرة كمان بالعرض. بعدين نعمل ريبل، وافتح النقط بتاعت الخط من هنا علشان اقدر ارفع النقط دي فوق كده، ونعمل ريبيلد مرة كمان علشان يبقى شكله حلو. هعمل سبليت للدايرة بالخط ده، بعدين نعمل السيرفس باستخدام كيرف نتورك. هقيس المقاس الصغير هنا في الصورة 12، هاخد من دي كوبي بالضغط على Alt ونكتب في الجنب بول المسافة. بعدين هعمل سكيل 3D بالضغط على Shift، والمربع الصغير ده نكتب فيه المقاس اللي عاوزينه 12 على 15. تعالوا بقى نرسم البتر. هختار فلات سترايب، بعدين في خطوط في النص هستخدم لاين، هحركها على جنب بعيد عن الصورة علشان تكون أوضح. حركهم على جنب بعيد عن الصورة علشان تكون أوضح، ونعملهم جروب. هاخد منها كوبي هنا بالضغط على Alt واسحب، ونعمل Array Color. هلف دي بالجنب هول علشان توزيع الفراغات، ودي برضو. بعدين هعمل روتيت وافتح القفل عشان تكون بشكل مستقيم واعرف اكررها. هاخد دول واقفل الباقي، بعدين نعمل Array، نكتب العدد الـ X والـ Y والـ Z بصورة زي ما هي، هعكس الـ F هيظهر المقفول ويقفل المفتوح علشان أحذف دول. هعملهم جروب،
بس كده عندنا مساحة كاملة من الباترن، احطها ازاي؟ قبل ما احط الباترن على الدايرة هعمل من الاطراف بايب هنا وهنا. وهنا وهنا برضو ونقفلهم. وتعالوا نحط البتر. هستخدم امر اسمه سكواش، هو ملوش اداة لازم نكتبه هنا. وعامل سكواش صغير برضو. هاخد منها كوبي للسنتر بعدين هحرك الباترن والسيرفس المفروض مع بعض علشان الباترن تكون في سنتر السيرفس بالظبط ونحركها بحيث تكون الباترن في النص برضه. وعلشان أقص الزيادة دي هعمل بروجكت على السيرفس. تعالوا بقى نرجع الباترن على السيرفس. هعمل سكواش باك، نختار السيرفس اللي على الأرض بعدين الباترن بس كده اترفعت وهنا كمان كده الباترن طلعت على السيرفس مظبوط. هدلك دول واخد السلاسل دي وتعالوا نعمل المليجرين. هعمل سيلكت للخط ده وندوس F6، نختار من القايمة دي المليجرين. أول حاجة البداية صفر والنهاية 100 علشان تكمل معايا للآخر، والحجم 0.4 بس كده مش هغير حاجة تاني. ندوس فلسطيني وهكرر نفس الخطوات في الخط ده نفس السيتنج وهكذا. أكملهم وأرجع تاني بس كده. فاضل هنا نحط المداير، هرسم دايرة واحد ونعمل اوفست 0.35 بعدين باي 0.7 وناخد منها كوبي هنا فوق ونرفع دي فوق كده بحيث انها تمسك كويس بس كده. ونرور الناحية الثانية ممكن نعمل مدور واقف ونربطهم ببعض علشان الويندو.
هعمل عليهم سلكت ونديهم كلهم ماتيريال ذهب ونعمل رند بس كده.